مشاهدين قناة الأهلي في كل مكان، برحب بيكم في حلقة جديدة معايا نجم. أنا شخصيا مبسوطة جدا إن هو معايا النهاردة. ازيك يا كابتن؟ عامل إيه؟ ازيك يا روزان؟ عاملة إيه؟ إيه الأخبار؟ الحمد لله تمام. جاهز؟ جاهز. كل سنة من الحلقة دي مش عارفة ليه؟ لا لا إن شاء الله تكون حلقة لطيفة، وعايز أقول كل سنة وأنتم طيبين والأمة الإسلامية بخير إن شاء الله. كابتن هاني العجيزي، في البداية طبعا برحب بيك، كل سنة وأنت طيب ورمضان كريم. هنتكلم طبعا في حاجات كتير قوي تخص رمضان والطقوس، بس قول لي في البدايه شايف الموسم ده لسموحه ازاي؟ طبعا نادي سموحه السنه دي الحمد لله بنأدي بشكل كويس جدا، يعني الدور الاول تقريبا لسه 4 ماتشات ونخلص الدور الاول، والحمد لله حققين مركز كويس، ماشيين مركز رابع بفارق 4 نقاط عن نادي فيوتشر اللي هو اقرب منافسين لينا، وهو المنافس الرئيسي لينا يعني في مسابقه الدوري. الحمد لله يعني كابتن احمد سامي ده الموسم الثاني او الثالث على التوالي مع نادي سموحه، الحمد لله في استقرار وفي التزام كبير من كم الاداره او من اللعيبه، الحمد لله بقى في كيمياء الحمد لله كويسه، والدنيا الحمد لله لحد ما ماشيه بشكل كويس جدا، عشان كده النتائج ماشيه كويس. الحمد لله احنا كابتن احمد سامي بيشتغل واحنا بنشتغل معاه وبنتعب، والكل مجتهد نصيب يعني، ربنا بيكافئك في الاخر على قد تعبك يعني. الحمد لله يعني زي ما قلت لك ماشيين رابع، ويعني سموحه دايما معروف ان هو دايما بيبقى موجود في المربع الذهبي، لكن الحمد لله احنا ماشيين كويس، ويا رب تكمل على خير كده ان شاء الله الدور الثاني باذن الله. في هدف معين انتوا حاطينه؟ اكيد يا رزان، طبعا كل جهاز فني او كل نادي بيبقى ليه طموح، ان هو بيطلب من الجهاز الفني السنه دي ان انت تقدر تقدم لنا ايه، هيبقى مركزك كام في الجدول الدوري. احنا الحمد لله زي ما قلت لك احنا يعني ثالث موسم، يعني الموسم اللي قبل اللي فات حققنا خامس، الموسم اللي فات حققنا رابع، ان شاء الله بنسعى ان شاء الله ان احنا ما نخرجش من المربع السنه دي، وزي ما قلت لك يعني احنا بنشتغل وبنجتهد، واللعيبه يعني اللعيبه برده اللي في ايديها كل حاجه، هي اللي الادوات بتاعتك اللي بتشتغل بيها، احنا علينا ان احنا نهيئهم بشكل كويس جدا وبشكل كبير، على اساس ان هم يقدروا ينفذوا التعليمات بتاعتنا في المباريات، والمباريات جامده زي ما انت شايفه دلوقتي، الفرق كلها شبه بعض تقريبا، والمنافسه قويه قوي السنه دي وبالذات على المربع الذهبي والناس اللي هتنزل يعني، فان شاء الله باذن الله يبقى طموحنا السنه دي ان احنا نبقى موجودين في المربع، في ظل طبعا الفرق الكبيره اللي موجوده بيراميدز وفيوتشر والبنك الاهلي اللي مدعمين بشكل كبير جدا، بس احنا الحمد لله يعني بالامكانيات اللي عندنا نحاول ان احنا نحقق مركز كويس ان شاء الله. خلينا بقى نرجع شويه للبدايه، انت ميكس غريب جدا يعني، ناشئين نادي الزمالك ولعبت في النادي الاهلي، احكي لي على القصه دي شويه. لا والله يعني انا الحمد لله انا شرف ليا ان انا لعبت في اكبر ناديين في مصر، كان النادي الاهلي او كان نادي الزمالك، اي حد يتمنى ان هو يبقى موجود في الناديين دول. انا فعلا من ناشئين نادي الزمالك، وبعد كده مشيت رحت انديه كتيره جدا، ورحت النادي الاهلي، والنادي الاهلي كانت يعني اكبر خطوه بالنسبه لي في حياتي، لان اتعلمت فيها حاجات كتير جدا، وعاصرت جيل ذهبي يعني، طبعا جيل كابتن محمد ابو تريكه وبركات والجمعه ومتعب وفلافيو، فتقريبا الجيل ده يعني صعب ان هو يتكرر تاني، فانا اتعلمت حاجات كتير جدا اذا كان في الملعب وانا لاعب، واذا كان برده اتعلمت حاجات من مستر مانو جوزيه كتير جدا، الحمد لله يعني طلعت بحاجات كتيره جدا من الفتره بتاعت النادي الاهلي، وكانت نقله كبيره في حياتي طبعا ان انا اكون منتمي للنادي الاهلي. مين